مين؟ ايه ده يا لولي؟ اللي معاك ده يا لولي؟ ده خروف. خروف ايه ده يا حبيبتي؟ خشي خشي. حبيبي هجيب لي هنا اسمين يا ماما. هقعد. ايه ده يا لولي؟ انت جايبه الخروف؟ يا حبيبتي الخروف ما بيبيضش، الخروف بيولد. هو في حد فهمك ان الخروف بيبيض يا لولي؟ انت جايباه من فين يا حبيبتي؟ انت العالميه ده تدهولي. وانت اي حاجه كده تجيبيها يا لولي. ها؟ خروف عملاق. 3 2 1 هات الخروف ده يا لولي. العب بشويه. لا يا حبيبي مش هديهولك. العب بشويه، العب بشويه. حبيبتي الخروف ده عشان خايبين. انتي مصممه يا لولي ان الخروف هيبيض لك بيضه كندر عملاقه؟ طب تعالي كده لما ننيمه ونشوف هيحصل ايه. يلا تصبح على خير يا خروف يا جميل. يلا بقى علشان تنامي انت كمان، وبكره الصبح نشوف هيحصل ايه. انتي هتنامي هنا جنبه؟ اه. طيب ماشي. طيب لازم اعمل فيها مقلب واسرق البيضة دي بقى. اعيط عليها. حط البيضة هنا واروح اجيب ماما تشوفها. احط دول مكان. مامي مامي تعالي عشان تشوفي. فين يا حبيبتي؟ فين؟ كتاكيت؟ كتاكيت؟ هي البيضة بقت كتكوت؟